كما ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب والإعلامي سعيد الحمد. مساء الخير أستاذ سعيد. فقدت الأمتان العربية والإسلامية بالأمس قائدا حكيما ورمزا للكويت في نهضتها الحديثة، كيف تستذكرون هذه السيرة الطيبة لسمو الأمير الراحل رحمه الله؟ بداية دعيني أتقدم إلى الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي القلبية لوفاة الراحل الكبير الشيخ صباح، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم الشعب الكويتي الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واقعا أن استذكارنا لمآثر ولدور أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح، والاستذكار يحتاج إلى وقفات طويلة لا نستطيع في مثل هذه العجالة أن نختزلها، لكننا نقول بأن دور الراحل الشيخ صباح كان دور ليس على المستوى دولة الكويت وليس على مستوى إقليمي أو عربي وإسلامي، هذه كلها أدوار كانت بارزة للراحل الكبير، ولكن دور الراحل الشيخ صباح كان حتى على المستوى العالمي عندما كان وزيرا للخارجية في فترات طويلة وسنوات ممتدة، وأدى دور اهتم الراحل الشيخ صباح في حياته السياسية بمسألة السلام والسلم. كان مشروعه الشخصي إن صحت التسمية هو أن يكون داعية للسلم ووسيطا للسلام، وهذا الدور أداه الراحل الشيخ صباح بجدارة، ورأيناه في كل المواقع التي كانت بها خلافات وحتى كانت بها حروب وكانت بها نزاعات. كان الشيخ صباح الله يرحمه يندب نفسه ويرشح نفسه لهذا الدور، ورأيناه في الوطن العربي في عدة مواقع. كان الشيخ صباح رحمة الله عليه يتواجد فيها لفك النزاعات وفك الحروب، وأدى دور مشرف وكبير في الحرب اللبنانية الأهلية قبل أكثر من 40 عاما أو 45 عاما، كما أدى أدوار في اليمن في النزاعات التي كانت تجري بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. اللافت أن الشيخ صباح رحمة الله عليه كان يحظى بثقة الجميع، ولذلك كان الجميع يقبل به وسيطا ويقبل به حكيما ويقبل أيضا بالحلول التي يقترحها وهي حلول توفيقية بين الأطراف المتنازعة. كان دور الشيخ صباح أيضا ونحن نستذكره في الأعمال الخيرية والإنسانية الأخرى كان دورا بارزا، وكان يقود الكويت طوال فترة حكمه إلى أعمال الخير والمساعدات. نجد بصمة الكويت في كل وطن في العالم، في كل بلد في العالم، وخصوصا البلدان المحتاجة والبلدان المنكوبة. كان يأمر شخصيا بأن تقدم لها المساعدات الإنسانية وجميع المساعدات باسم الكويت. كان ينكر ذاته من أجل الكويت، وهذه ميزة القادة الكبار، لم يكن يبرز ذاته أبدا وإنما كان همه الكويت. ونحن في هذا اليوم نتمنى الشعب الكويتي الشقيق أن يسير على نهج الراحل الكبير الشيخ صباح، وأن يأخذ بالكلمة التي أوصاهم إياها اليوم أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد حين قال لهم في خطاب القسم في مجلس الأمة ممثل الشعب، قال لهم: فلنعمل بروح الأسرة الواحدة. هذه الوصية وهذا التمني للشعب الكويتي
هو الأهم في هذه اللحظات التي تمر بها منطقتنا، كما عبر وكما نبه أيضا أمير دولة الكويت الشيخ نواف اليوم، وقال بأن الأخطار تحدق بها وبأن التحديات الكبيرة أمامها، وبالتالي فهو على ثقة بأن عمل الكويتيين وتلاحم الكويتيين وعملهم بروح الأسرة الواحدة والنسيج الوطني الواحد وصف الصفوف هو الذي سيجعلهم يواجهون الأخطار ويتغلبون على التحديات. نعم. الكويت صاحبة تجربة في مواجهة الأخطار، وتجربة مهمة وناضجة. استطاع الشعب الكويتي بوحدته الوطنية أن يتجاوزها وأن ينتصر على الأخطار المحدقة به، ونتمنى عليه ونتمنى له في هذا اليوم أن يزداد تماسكا وأن يزداد وحدة وطنية، وأن يقف وأن يلتف حول أميره الشيخ نواف. الشيخ نواف ذكر اليوم بأنه سيكون مستمرا على نهج الشيخ صباح رحمة الله عليه، وهذا هو النهج الكويتي العربي المسلم الأصيل. نتمنى للكويت كل توفيق، ونتمنى لهم الصبر والسلوان، ورحم الله الشيخ صباح ووفق الله الشيخ نواف بإذن الله. الكاتب والإعلامي سعيد الحمد، شكرا جزيلا لك.